بسم الله، الله أكبر، بسم الله بسم الله، وصباح الخير، وكل سنة وحضراتكم طيبين وبألف خير، وصباح الخير وصباح الفل ومسا الفل الأحلى مفيد. صباح الخير عليك يا سهير، صباح الفل على كل مشاهدينا، صباح الفل على شهر الانتصار، 50 سنة من يوم 6 أكتوبر الحقيقي. عايزة أقول بعد 50 سنة إحنا من حقنا كل سنة نبقى فخورين بنصر أكتوبر، ما فيش سنة تنفع تعدي من غير ما نبقى فخورين باللي إحنا عملناه. كل سنة لازم نفكر بعض إن إحنا عملنا حاجة كبيرة جدا، إحنا انتصرنا على العدو اللي يمكن اليومين دول هو كمان في أسوأ حالاته، ولكن مصر عملت حاجة كبيرة جدا من 50 سنة. فالعايز يقول يقول، والعايز يتكلم يتكلم، احنا عملنا انجاز كبير جدا من 50 سنة. خلي اجيالنا، خلي ولادنا دايما نقول لهم على ان اليوم ده مش لاي حد، ومش عشان خاطر اي حد، ده عشان خاطرنا احنا، عشان كرامتنا احنا، عشان احنا مصريين. احنا انتصرنا من 50 سنة على العدو الاسرائيلي، الف حمد وشكر ليك يا رب. من 50 سنة لو ما كانش حصل هذا الانتصار ما كناش وصلنا للي احنا فيه النهارده. خلينا دايما فاكرين ان ده إنجاز لكل المصريين، لينا، محدش هو السبب فيه بغير المصريين الحقيقيين. كل سنة وانتم طيبين، ويا رب نفضل موجودين، نقول كل سنة في الوقت زي ده كل سنة وانتم طيبين. 50 سنة أكتوبر، 50 سنة نصر ومصر، وستة أكتوبر غلبت قوة الحق قوة السلاح، ودايما إن شاء الله الغلبة لقوة الحق. 5 عقود من المجد الوطني تتم يوم 6 أكتوبر ذكراهم، لتذكرنا بأننا أبناء هذه البلد الطيبة، أبناء أمة لا تنال منها النكسات ولا النكبات ولا الهزائم، ولا تعترض سرديتها تلك الجمل الاعتراضية. ونؤكد مرة أخرى ودائما على أننا حين نهزم باليأس نعبر للمستقبل بجسور من العزيمة والإرادة. تلك ذكرى أكتوبر باقية لتدلل على عظمة وطن وعبقرية شعب. السلام، وكل سلام، ونقرأ الفاتحة لروح الرئيس البطل محمد أنور السادات وكل شهداء أرضنا الطيبة. عندنا سجل رائع من أبناء مصر المخلصين الرائعين. المجد للقوات المسلحة، درع الوطن وسيفه، رمز عبوره وإنقاذه وإنجازه، ذكرى مجدنا الوطني، ذكرى المجد الوطني. 50 سنة أكتوبر، 50 سنة نصر، وحكايات الأبطال الله. وفي كل سنة بنكتشف عبقرية للبطولة ومعجزة جديدة وقوة خارقة كانت هي الملهمة لتحقيق نصر كبير. حرب كان العالم بيحكي عن استحالتها لأن القدرات كانت غير متكافئة، ولكن غلبت فيها شجاعة وحماسة كل جندي. الأسلحة المتطورة والخارقة غلبت قوة الحق قوة السلاح. عايزة أقول لكم حاجة مهمة جدا، إن في الفترة دي في اليوبيل الذهبي لحرب أكتوبر إحنا ما زلنا بنفتكر أهم الأغاني اللي كانت دايما موجودة في دماغنا. والغريب إن الأغاني دي عدت عليها 50 سنة ولسه كل واحد فينا وهو بيسمعها بتحرك جواه حاجات كتيرة جدا، أهمها العز، الفخر، النصر، بس الفرحة. فكرة إن في ناس اتولدت بعد أكتوبر، وفي ناس لسه يعني في الأجيال الجديدة ما عاشوش ده، ما حسوش بالمشاعر دي. أنا بتكلم في الجيل اللي احنا عايشين فيه. ما احنا عايزين لكن نفكر كل الناس. هؤلاء الأجيال بقى هو ذاكرة الأوطان. دي أنا معاكي، بس هؤلاء الأجيال من حق كل أم وأب إنهم لازم، ده الدور بتاعكم، ده دور مهم جدا إنكم تشغلوا الأغاني دي في البيوت وتسمعوها لأولادكم عشان أولادكم ياخدوا عليها ويتعلموها ويشوفوها ويسمعوها. الحاجات دي مهمة جدا، الحاجات دي إن كانت بتمثل شيء فهي بتمثل عزة الوطن. مهم جدا عزة الوطن. أعتقد إن إحنا عندنا أغنية إزاي استمرت معجزة أكتوبر ووصلت لحد دلوقتي للأجيال الجديدة. الإجابة الفن، أغاني النصر والأغاني الوطنية هي دي اللي بترسخ. يعني هو أنا بحب أغنيتين اللي إحنا ابتدينا بيهم
واغنيه الحلوه بلادي. فخلينا نشوف. وعلى الربابه. ما هي على الربابه. انا حافظاها على الربابه اغاني. على الربابه تيجي نسمع. خلينا نشوف ونرجع نكمل على الربابه. تبقى روح اكتوبر هي الروح اللي احنا بنتمنى انها نعيد انتاجها طول الوقت في كل المواقف وفي كل الايام. ومعجزه اكتوبر ما تخلوش اي حد يشوهها للاجيال الجديده، لان طبعا العدو هو بيقعد يعمل افلام وحاجات ضد او بيكسر القصه دي. ما تخلوش الحكايه دي تحصل، لان دي من حروب الجيل الخامس والاجيال والحروب الذكاء الصناعي والحروب الجديدة. فإن شاء الله دايما أكتوبر لحظات انتصار لا تمحى ولا تنسى. دايما ذاكرة الأوطان هي بالفن أيا مكان نوعه وبالولاء والصدق. وأهم حاجة تحية لشهدائنا، شهدائنا اللي ضحوا علشان خاطر احنا نعيش، الشهداء اللي في وجهة نظري هيفضلوا عايشين في قلوبنا. واعتقد ان واجبنا احنا كاعلاميين احنا كل فتره وكل سنه نرجع نتكلم عنهم ونرجع نعرف الاجيال اللي ما تعرفش عنهم حاجه، هم كانوا مين، عملوا ايه، ضحوا بايه. الناس دي الله يرحمهم كانوا مثال لحاجات كتيرة جدا، لكن أكيد أكيد كانت الحاجة الوحيدة اللي بتجمع بجد بينهم هو حب الوطن وتراب الوطن. تحية لشهدائنا، تحية كبيرة وعظيمة وإجلال وعزة وفخر بيهم وبأسرهم، لأن أنا أكيد متأكدة إن في الوقت ده هو الوقت اللي بيبقى جامع ما بين حاجتين، ما بين فرحتنا بالنصر وفي نفس الوقت أصحاب الأسر اللي راح منهم ناس هو بيبقى فيها نوع من الوجع، من الاشتياق، من الرغبة في إن هم يا لو كان لو ما كانش. فتحية لحضراتكم، أنتوا يعني أديتوا واجبكم على أكمل وجه. الرحمة للأرواح الطيبة النقية الوطنية المخلصة، الولاء ما بيجسدوا أروع أنواع القيم. وإحنا في شهر أكتوبر فرصة إن إحنا كل يوم نقرأ الفاتحة لكل الناس اللي بنحبهم اللي فقدناهم، ونقرأ الفاتحة لأرواح كل شهيد يعني كان روحه على كفه من أجل مصر، من أجل إن إحنا نعيش، من أجل إن البلد دي تفضل مصر، تفضل قوية ونفضل نليق بيها وتليق بينا. رجاء الفاتحة لهذه الأرواح الطاهرة، نفتكرهم طول شهر أكتوبر. خلينا نطلع فاصل ونرجع معانا ثلاث نماذج عبقرة، كل شخصية فيهم أيقون من الأيقونات، كل شخصية فيها يتكتب عنها مسلسل مش بس فيلم، كل شخصية فيها محتاجة كتب مش بس كتاب. هنتكلم عن الجانب الإنساني من ثلاث شخصيات، من شخصيات رائعة ورئيسية ومهمة وطيبة وطاهرة من أبناء مصر بعد الفاصل.
في النصر. تتجدد حكايات الأبطال مع مرور ذكرى حرب أكتوبر كل عام، ويتجدد الإعجاب بملامح البطولة النادرة والتضحيات الكبيرة الباقية والشجاعة منقطعة النظير. نحتفل بنصر أكتوبر هذا العام الذي يوافق مرور 50 سنة على هذه المعجزة، وبعد 50 سنة على استعادة السيادة والكرامة المصرية. الشهيد البطل عبد المنعم رياض الذي استشهد في ذروة حرب الاستنزاف وهو يتابع جنوده، هو رئيس الأركان الذي صمم خطة الحرب التي طورت فيما بعد لتصبح خطة العبور، وهو القائد الذي استشهد ممسكا سلاحه وسط جنوده، لم يترك الجبهة يوما، وخلده استشهاده في ذاكرة البطولة المصرية بأن أصبح يوم استشهاده هو يوم للشهيد المصري من كل عام والموافق 9 مارس. كان الجنرال الذهبي الذي حارب الاستعمار في كل الحروب بدءاً من الحرب العالمية الثانية حتى حرب الاستنزاف. المشير محمد علي فهمي مهندس حرب أكتوبر، رجل الصواريخ الذي بنى منظومة الدفاع الجوي، وكان أول من افتتح الحرب وأثبت جدارة وبطولة لا مثيل لها. وكان المشير فهمي أول مهندس لحرب الصواريخ في الحروب العسكرية الحديثة، والذي أكمل بناء حائط الصواريخ المنيع وخط الدفاع الأول عن مصر، وحفر بإنجازاته تاريخاً يفتخر به أبناء والأجيال اللاحقة. إبراهيم الرفاعي أسطورة الصاعقة المصرية، قائد سلاح العمليات الخاصة في حرب أكتوبر عام 1973، قائد المجموعة 39 قتال الشهيرة بأداء العمليات الانتحارية، الذي وصفتهم الصحف الإسرائيلية في وقت ما قبل الحرب بالشياطين المصريين، إذ نفذ 72 عملية انتحارية خلف خطوط العدو ودمر معبر الجيش الإسرائيلي على قناة دافرسوار، وحصل على 12 وساماً تقديرياً لشجاعته، واستشهد في الحرب يوم 19 أكتوبر، وكان استشهاده أروع خاتمة لبطل عظيم، فكان لكل منهم بطولة أسطورية أرعبت العدو الإسرائيلي وألهمت أجيالاً مصرية وعربية لتظل في الحكاية بقية وتعيش مصر بشجعانها. وبنجد تحية مرة تانية لكل المشاهدين. الكلام اللي احنا شفناه في التقرير ده أقل من كتير جدا ورائع، وفي أروع منه كتير جدا عن الثلاث أبطال اللي بيعتبروا من أهم الشخصيات في تاريخ مصر، أهم الشخصيات في الجيش المصري، في القيادة المصرية، ومن قبل 6 أكتوبر وما بعد 6 أكتوبر وطول الوقت هم من سلالة نادرة لن تمحى ولن تنسى. ويوم 6 أكتوبر مؤكد هو يوم غير كل أيام السنة. اليوم ده بنحس فيه بفخر غير عادي، وأكيد كل الناس اللي عندها وطنية وعندها إيمان بالوطن بتشكر ربنا، بتقرأ الفاتحة لكل الأرواح الطيبة، وبتشكر ربنا مرة تانية وتالتة وعشرة عشان عندنا جيش سيبقى حقا هو الأيقونة وهو الدفاع القوي وهو الروعة وهو الأمان اللي في حياتنا. يمكن خلال 6 سنوات من يونيو 67 كان هذا الجيش بياخد الموضوع باقتدار وبإرادة وبتصميم وبولاء إن هو يرجع الأرض اللي احتلت، ويثبت للعالم كله إنه مش بس إسرائيل هي اللي ممكن تكسب حرب، لكن إحنا كمصريين ما بنسيبش حقنا مهما كانت الصعوبات والتحديات. الإحساس ده أكيد كان عند كل الناس اللي عاشت أكتوبر، لكن في ناس اتولدت
بعد اكتوبر او اتولدت في الفتره دي او اتولدت في الاجيال الجديده يمكن ما عندهمش الاحساس ده، يمكن ما بيحسوش حتى بالاغاني، ممكن يستحسنوها لكن ما بيحسوش بيها قد الاجيال اللي عاشتها وتعايشتها، وخاصه بقى لو الشخصيات دي هم كانوا جزء من قاده الجيش العظيم، كل واحد فيهم كان ليه بطوله نادره خالده تخلد في كتب وليس في كتاب واحد، تخلد في مسلسلات وليس في مسلسل واحد. واحنا حبينا نحتفل بالذكرى الخمسين لنصر اكتوبر باحياء ذكرى ثلاثه من قاده الجيش المصري العظيم والرائعين. احنا عندنا بنات بيمثلوا الامتداد لهذه الشخصيات التاريخيه الرائعه. مشرفنا النهارده في الاستوديو منى فهمي ابنة المشير محمد علي فهمي. اهلا بيكي. اهلا بيكي. بجد الواحد حاسس بالعزه والفخر وهو بيقول اسماء الوالد واسماء طبعا ليلى رفاعي ابنة يعني اوصاف الدنيا كلها اتقالت على البطل ابراهيم رفاعي. اهلا بيكي. وطبعا شهيد البطل الفريق عبد المنعم رياض، يعني كلها اسماء ممكن اجيال كتير جدا عارفاها بس ما تعرفش هم مين وهم عملوا ايه. ولانه هو لم ينجب فاحنا معانا ابنه شقيقته الدكتوره عزه الخولي. اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك. اهلا بحضراتكم. ويمكن زي ما انا قلت في الانترو انا وسهير احنا بنحتفل، احنا دي السنه الخمسين اللي بنحتفل فيها بنصر اكتوبر العظيم. في ناس كتيره جدا ما كانوش او ما يعرفوش شخصيات الوالد والوالد والخال، فبالتالي دول اسامي كبيره جدا، دول حاجه كده لو احنا نقدر ان احنا نعمل لهم متحف لوحده ونعمل لهم حاجه اكبر من متحف كنا عملناه. الناس دول ضحوا بحياتهم علشان خاطر حاجه واحده بس، الارض اللي هم بيحبوها وبيعشقوها مصر. فاسمحوا لنا ان احنا نقرب منهم اكتر، اسمحوا لنا ان احنا نعرف عنهم حاجات كتير احنا ممكن ما كناش عارفينها. فهنبتدي الاول بمدام منى. والد حضرتك الشهيد محمد علي؟ لا، هو والدي ما استشهدش، هو ربنا اداله العمر والصحه لغايه 79 سنه. 79 سنه. وهو يعني بعد الحرب كان مره بيقول لوالدتي الله يرحمها انا دخلت حروب كتير وما نلتش الشهاده، كنت فاكر اني يعني هستشهد في اي حرب منهم، لانه هو اتخرج مع الحرب العالميه الثانيه ووقع اول طياره لي في سن 20 سنه، كان صغير قوي وكان دايما بيفتخر بكده يعني. وقال لها الظاهر اني انا يعني زي ما يعني هموت على فراشي زي لما كان في حد. طب هو بيتكلم معاكم كان بيحكي عن نصر اكتوبر ايه؟ كان بيقول ايه؟ كان بيتكلم معاكم بعد ما خلصت؟ كان هو طبعا اتكلم بعد ما ابتدى يتكلم بعد ما طبعا تقاعد يعني، لكن لغايه قبلها لا. لا هو كان دايما مشغول يعني، دايما يعني بيبقى الفرصه انه يقعد يتكلم مش كتير، لانه هو بعد الحرب كان بعد كده بقى رئيس اركان وبعدين بقى مستشار. ممكن من وقت ما بقى مستشار عسكري للرئيس السادات ابتدى يحكي ويتكلم، لكن قبل كده ما كانش تواجده في البيت كتير لانه برضو كان لسه عنده مهام. شخصيه سياده المشير هل اتغيرت بعد نصر اكتوبر؟ بمعنى ان انا اعرف ان ممكن تكون فيها شويه حده، قوه تحمل، هل ده كان بيبقى باين على في البيت؟ لا، هو بابا الحقيقه شخص جميل جدا واب جميل جدا، وكان عنده ميزه جميله جدا ان هو كان بيفصل لما يخش البيت. يعني هو طبعا الجديه موجوده طول، هو نفس الشخص ما اتغيرتش الجديه،
يمكن شوية بعد ما يعني تقاعد وكده وبقى في أحفاد يعني شفناه بيلعبهم. احنا طبعا الحتة دي هو ما كانش كان دايما غير متواجد في وقت الاستنزاف وكده. وقت اكتوبر انت يدوبك كنت بتسمعه هو داخل البيت. يعني احنا قبل في فترة الاستنزاف وكده كان وجود بابا في وقت في اوقات كان هو بس صوت البوت بتاعه داخل بالليل قوي واحنا نايمين نسمع في الطرقة وصوته وهو خارج، لان هو كان لازم قبل الفجر يكون رجع تاني. كان يجي ماما تقول ساعتين يغير ويمدد ساعة وينزل، لأن دايما كان يقول إن هجمات العدو بتكون في الفجر. ده لكن هو بصفة عامة هو شخص يعني حبوب ولطيف هادي. يعني أنا ما أحسش أبدا إنه كان في البيت عصبي أو بيزعق لما يجي، بالعكس إحنا كنا بنفرح بوجوده. بس هي ماما كانت دايما وكنا احنا مستوعبين الحتة دي، لما بابا لو جه في وقت مثلا الساعة 5 ساعة برضو كده ونزل باباكو مثلا هيريح، ان احنا كنا نبقى هاديين ما نعملش صوت ما نعملش دوشة. يعني كان فينا كده حاجة يمكن بركة من عند ربنا، كنا بنسمع الكلام غير الأجيال بتاع دلوقتي. بس هنيجي لحضرتك، لسه عندنا تفاصيل كتير، بس نروح لأستاذة ليلى. وأوصاف كتير جدا على الشهيد إبراهيم رفاعي، صائد الأفاعي، قاهر إسرائيل، أسد الصاعقة المصرية، أمير الشهداء. كل دي كانت ألقاب لضابط الصاعقة ومؤسس المجموعة 39 قتال. إبراهيم رفاعي بقى الأب اللي كان بيسجل كل حاجة على شرايط كاسيت، إيه اللي تفتكريه من الوجه الآخر ليه كأب غير اللي احنا نعرفه أو الأجيال لازم تعرفه عن الوجه العسكري ليه؟ لا، بابا كانوا زي ما يقول عليه في الحرب كان بيقولوا قلبه ميت. يعني ساعة الحرب هو وحش في الهجوم، لكن في البيت شخصية تانية خالص، هادي جدا وطيب جدا وعلى طول بيضحك، حتى في عز العمليات بيضحك مبتسم على طول. وحتى ماما كانت دايما تشتكي من هو بيمشي ما بيعملش صوت برجليه، تقول له اتخضيت وانا وارثه الحته دي منه، والناس تقول لي انت فجاه هناك. يعني كان ظريف جدا. وبعدين هو يعني كان بيعاملني زي كنا اصحاب من وانا عندي سنه، اخويا اصغر مني بسنه وثمان شهور، فكان بيسجل لنا من يوم ما نتولد كل سنه صوتنا، حط الريكوردر بتاع زمان ده ويقعد يسجل اسمك ايه وانا لسه بتعلم الكلام في مدرسه ايه عندك كام سنه. كل سنه لغايه قبل الحرب، لغايه ما بقى عندنا 8 9 سنين. 8 9 سنين عندنا صوتنا من واحنا بيبي بقى لسه لغايه لما قبل ما يستشهد. فكره جميله المفروض ان كل الاجيال تعملها، احنا بنسمعها لغايه دلوقتي. هو نفسه كان بيسجل ايه بقى؟ لا، هو كان بيحب ام كلثوم. كان بيحب الموسيقى والاغاني. كان بيحب التصوير جدا، يشتري احدث كاميرات لما يسافر كودك ويقعد يصورنا ويصور اماكن، هو استطلاع بقى. بس كان بيحب دايما يحب الحاجات الحديثه قوي، تلفزيون صغير كده اول ما طلع برده جابه. اول واحد علمنا اركب عجل انا واخويا، حط سندات وركبه، مفيش ولد وبنت. واضح هو كان عنده اللياقه البدنيه والذهنيه من طول عمره. هو من ثانوي واخد الاول في 7 8 لعبات، سباحه ورمايه واختراق ضاحيه، وكان هداف الجيش في كره القدم، حمل اثقال، ملاكمه. ما حضرتيش مثلا او ما اتكلمش في اللحظه اللي هو قرر فيها يمكن بعد ما اصيب وبعد النكسه، انه لما راح اتعالج بره ورجع اسس فرقه 39 قتال؟ ما حضرتيش قصص حوالين الموضوع ده، ولا هو كان في البيت حاجه وفي الشغل حاجه ثانيه؟ لا، كان بيحكي لي كل حاجه من وانا طفله، ويفرجني الصور بتاعه الاستطلاع ويقول لي الموقع ده بتاعنا وهم واخدينه ولازم يرجع، وعارفين ان في عدو ان هو بيحارب كل يوم. هو عمل 98 عمليه خلف الخطوط في الاستنزاف. طبعا يعني عايز اقول لحضرتك المره الوحيده اللي جيت لقيته في البيت يوم 67 لما اصيب بالنزيف، جاله قرحه من زعله ان هو ما حاربش وكان بينزف في البيت. فدخلت استغربت، لقيت ناس كتير ودكاتره ودم وحاجات كده، فنقلوه مستشفى المعادي. بعد كده الفريق صادق الله يرحمه سفره انجلترا، رجع بعد كده قرر انه يعمل الفرقه 39. انجلترا كان في ادويه معينه بقى ما كانتش موجوده في مصر، كان بيجيبها عشان ممكن ينزف وهو طالع عمليات وحقن مسكن او حاجه،
فقالوا له ممنوع مجهود ممنوع توتر، رجع بعدها على طول كون 39 قتال. ما حدش قال له يا عم انت صحتك ايه؟ لا لا مش هو عايز ياخد بطن، احنا ما حاربناش يعني، انا شفته بينزف من زعله من معدته. وهل فعلا اتعرض عليه منصب عسكري في انجلترا وهو رفض عشان يشارك في حرب اكتوبر؟ سنة 70 71 الرئيس ساعتها الله يرحمه جه زيارة، طلب يشوف المجموعة، وبابا عمل عرض للمجموعة قدامه وادى العلم المجموعة وسام الجمهورية وكده. فبابا قال له يعني انت واخد كل الأوسمة والبطولات والناشين، كل الأوسمة بتاعت القوات المسلحة هو واخدها من أول ما اتخرج، فنكرمك بقى تطلع ملحق عسكري في انجلترا. بابا قال له لا شكرا، لما اليهود يخرجوا من مصر انا افكر اقعد على مكتب. طب غير ام كلثوم هو كان بيحب يعمل ايه في اوقات الفراغ؟ يعني كان بيحب يتفرج على ايه؟ كان بيحب ياكل ايه؟ هو كان بيحب يصطاد سمك، كان بيطلعوا عمليات يصطاد سمك كتير قوي. الهدوء وكابوريا بقى وجمبري بتاع وبعدين يقعد سواق 3 ايام يجيب كميه، يوزع بقى يحط في اكياس اكياس كده ويجي السواق يفضل يوزع بقى كل قرايبنا واصحابنا وجيراننا. وكان بيحب صيد البط، كان بياخد اخويا سامح وهو صغير بيطلعوا يصطادوا بط في الشتاء في فيوم. عمره ما زعق لكم؟ عمره ما تدخل في مذاكرتكم؟ لا لا خالص، بالعكس كنا اصحابه وبنتعامل بالنظره، ومن كتر ما كنا بنحبه ما قدرش ازعله. هي بصه كده بصه حلوه يعني، مش بصه لوم، حتى اما كان يصحينا من النوم مدرسه الصبح يقف على باب الاوضه من بره وينده بالراحه كده، مش يعني يزق بقى وحاجة. لا لا ويلعب معانا ويشيلنا ويكلمني كاني كبيره زيه. شخصيات من سلاله تانية غير البشر حاجه بالظبط. طيب حرب الاستنزاف طبعا جزء لا يتجزا من حرب اكتوبر، فكان لازم نحتفي بالشهيد عبد المنعم رياض احد اعظم قاده الجيش المصري واللي مصر اختارت تاريخ استشهاده في 9 مارس وخلته يوم الشهيد. هو كان ليه 5 اخوه لكن والدتك كانت هي الأقرب لي. هما كانوا 6، كل 2 شبه بعض قوي، فهو والدتي كانوا شبه بعض حتى في الشكل. وكانوا مقربين لبعض، لأن والدتي كانت قبل الأصغر وهو كان يعني أكبر منها، فكانت دايما بتلجأ له كده. وبعدين كان في شبه هما كبير بينك وبينه وبينها، شبه في الشكل حتى في التقطيع. فكانوا قريبين، وكانوا قريبين لدرجه انه احنا اصلا كنا والدي في اسكندريه، والدتي كمان في اسكندريه، هو كان لازم حتى لو في عز الشغل يعني ايام حرب الاستنزاف وكان مشغول جدا، يجي كان حتى الصبح يقعد ويتغدى معانا ويتغدى معاها عشان يشوفها ويرجع بالليل، ولو بات يوم يبقى كتر خير الدنيا، بس لازم يجي يشوفها كتير. اللي احنا عرفناه ان الشهيد عبد المنعم رياض ما كانش متزوج وكان واهب بنفسه، او يعني من اول ما دخل الجيش وهو شخص دائما في حرب بيحارب، لكن اكيد كان ليه هوايات. طبعا اولا هو كان والدته والده توفى، والده كان ضابط في برضه في الكليه الحربيه، كان مدير الطلاب في الكليه الحربيه، وتوفى وهم صغيرين. وبعدين والدته كانت نفسها ان هو يطلع طبيب، فقالت له خش كليه الطب. اوكي. فهو ارضاء لها دخل كليه الطب، قعد 2 3 شهر كده او يمكن اكتر، وبعدين قالها انا مش قادر ولازم انا عايزه اخش كليه الحرب. حاول الكليه الحربيه ودخل كليه الحربيه، وهي يعني الحمد لله ولادها في ولادها تانيين طلعوا اطباء، بس هي كانت نفسها ان هو يطلع طبيب. هو كان نبغى، وعشان كده هو درس في كليه الدفاع الملكيه في انجلترا وبعد كده في روسيا، وعشان كده اطلق عليه الجنرال ده. في روسيا اطلقوا عليه ده لانه راح عمل فرقه حرب في روسيا، فدخل مع جنرالات من البلد كتير يعني، وهو طلع الاول عليهم. فالقائد اللي كان يعني قائم على هذا التدريب هو اللي اطلق عليه لقب الجنرال الذهبي. طب الالقاب دي كان بيجي يحكيها لاخت يعني لاخته انا اخذت كذا انا عملت كذا، ولا كان هو بيبعد شغله وحياته عن العلاقات الانسانيه؟ ده حقيقي يعني، لانه هو اولا ما كانش عنده وقت يعني، انه كان يدوق بيشوف خصوصا في فتره من بعد حرب 67 يعني اعتقد، ويمكن برضو كله يعني ياكد هذا الكلام، ما كانش عندهم وقت، كان عندهم مهمه لازم تتم
إعادة بناء الجيش والانتصار في الحرب، يعني لأنه 67 بالنسبة لهم كلهم كانت صدمة كبيرة كبيرة جدا. طب مرة تانية، كانت إيه هواياته؟ يعني والدته عمرها ما فكرت إنها تتجوزه؟ أكيد فكرت، بس والدته برضو توفت في يعني أخته اللي هي القريب المامتك عمرها مامتي أنا لا هو أولا هو ما كانش عنده وقت أوكي، بس هو كان بيحب قوي الموسيقى، حب الكلاسيك، الموسيقى الكلاسيك، حب أم كلثوم جدا والسباحة كان وجولف. يقعد يغني دندن ويقعد في أوضته حاطط الريكوردر ويسمع أم كلثوم. بيحب يقرا كتير، كان بيلعب طبعا سباح، كان سباح جيد جدا، وكان بيلعب جولف، وكان بيحب يروح لما يبقى عنده وقت يروح نادي الشمس يلعب رياضه. ايوه في مصر الجديده، لانه الاسره كانت في مصر الجديده. فيعني هواياته كانت غالبا الموسيقى، القراءه لما يبقى في وقت يسمح يعني. طب استاذه منى، والدك المشير محمد علي فهمي قال في صالون الأوبرا في ندوة من الندوات إن والدتكم دفعت ثمن القلق من صحتها. ده حقيقي، لأن هي ماما بعد 67 ابتدت تتعب وجالها حاجة نوع من أنواع الروماتويد كده يعني صعبة، وكذا مشكلة في ظهرها صحية. وبعد كده يعني هو الدكاترة قالوا إن هي دي من الحاجات اللي بتيجي مع القلق والخوف والمناعة بتتأثر، بتبقى حاجة كده. هي طبعا احنا حياتنا 67 دي حاجة فرقة فيها، لأن أنا أول ما أوعى أنا كنت 5 سنين في 67. كنا الأول احنا ساكنين في مصر الجديدة، فيلا جميلة في منطقة ضباط، هي كلها فيلات ضباط، وكان بابا بيبقى موجود بعد الظهر بقى يعني من الساعة 2 في البيت، ممكن بيلعب معنا في الجنينة راكت، ممكن علمنا حاجات كتير برضو قبل 67، زي كان جايب لنا بوصلة أنا وأخويا الكبير يعلمنا الاتجاهات، وكان يحب إن احنا نرسم. ولكن لما جت 67، احنا يوم 67 ده أنا فاكراه كويس جدا، كانت ماما في الـ في الـ في المطبخ، واحنا البيت اللي فيه باب على الجنينه بره من المطبخ، وانا واخواتي بنلعب، واخويا الصغير معاه عجلته كده، وشفنا الطيارات. اخويا الكبير رغم انه كان صغير، هو اكبر مني 3 سنين، قال دي حرب، فابتدى عايز يدخلني انا واخويا الصغير وهو مش عايز يسيب عجلته نخش جوه البيت. شفنا الطيارات وهي طارت فوقينا، وسمعنا غالبا المدفعيه المضاده للطيارات، وفي شظايا وقعت اللي هي بتاع وقعت، احنا بعديها لقينا كانت عامله كده نحاس ومقسمه كده زي الشوكولاته واقعه في المكان ما كنا بنلعب يعني. احنا يعني الحمد لله ان احنا دخلنا، وماما بقى طبعا جريت تحاول تكلم بابا تفهم فيه ايه مش عارف ايه، والازاز فاكر كويس قوي الازاز، لان احنا ساكنين قريب من في عند يعني ناحيه مستشفى هليوبلس، فاحنا قريبين قوي من مطار الشرق ومطار المازا. فابتدى بقى طبعا 67 حاجه تانية بقى، بابا مش متواجد وما بيجيش. فاكره في اليوم ده والدك جه امتى؟ لا هو ما جاش على طول، لان انا فاكره انه يعني كانت ماما بتبعت له الاكل في عمود. العمود كلكم شفتوا العمود. العمود بيجي السواق ياخد العمود عامله له الاكل، فكان بابا يبقى مثلا احنا نيجي وقت الغدا ولا مش عايزين مستنيين بابا، احنا بابا ما جاش، فحبيبتي كانت تبقى حاطه له طبقه وتحط لنا احنا بولاد صغننه كده، وتحط لنا بقى كانت تقول ايه دي تصبيره، تحط لنا الرز مثلا والملوخيه والفراخ مع بعض. عليكم يعني هو احنا كصغيرين ما كناش هناكل اكتر بالزبط من كده، بس هي بتحط لنا في حاجه صغيره تصبيره يعني. ولما يجي بابا هناكل تاني. طبعا بابا ما كانش بيجي، وتيجي بقى على الساعه 5 خلاص تشيل طبقه بقى وتعرف انه ايه مش جاي. اكتر حاجه انت وانت عندك 5 سنين لمحتيها في وش بابا بعد 67؟
بقى جد جدا، ما فيش ابتسامه، يعني الابتسامه بابا كان دايما مبتسم كده هو وهادي، بس هو ما كانش يعني لا عصبي ولا حاجه، بس هو بس جديه الموقف بنت عليه. حتى صور وفي الفتره دي تلاقيها صور كلها جده. في لي صوره دايما انا بحبها ساعات ننزلها كده، اللي هي اول صوره بعد النصر وهو بيضحك كده، حد صورها له وهو بجنب، فدي كانت اول صوره ليه بعد النصر بقى وهو بيضحك. طب برضو استاذه ليلى 67 برضو نفس الفكره، القلق، الام والدتك اكيد هي اكتر واحده كانت قلقانة على جوزها على بيتها على حياتها. ماما لما بابا جه تقدم لها وكان صاحب اخوها في ثانويه عسكريه، قال لها انا عايش 10 سنين بس، موافقه؟ قال لها انا عايش 10 سنين بس. كان بيقول كده من باب اليقين، كان بيضحك يعني ولا كان بجد حاسس ان هو عايش في خطر؟ وفعلا عاش 10 سنين. لا هو كان عايش في خطر من قبل ما يتجوزها، من ايام يعني فيعني كان عنده شفافيه عاليه ان هو يتوقع 10 سنين. كان عنده ما مش عارفه، بس انا عرفت بعد كده لما كبرت ان جدتي ساعه لما هو اتولد في حد عمل حاجه حسبه كده او حاجه، قالوا لها الولد ده مش هيعيش اكتر من 40 سنه. طب لما هو قال لوالدتك يعني انا عايش 10 سنين بس، قالت له ايه؟ قالت له انا موافقه. هي كانت عارفه طبيعه شغله ان هو بيشتغل حاجات قويه، وكانت مستعده طول الوقت انها تترمل في اي لحظه. ما هي اخواتها 4 ضباط اكبر منها كبار. ايوه بس هي كانت بتعدي ازاي القلق ده معاكم؟ لا لا، ما هو كانت قويه جدا، يعني هو اتجوزها عندها 20 سنه وكانت قويه جدا، كان فرق بينهم 10 سنين، وهي اللي هي في البيت هي واخده بالها من كل حاجه، وهو اللي بره البيت كل حاجه هو بيعملها، ما هي لا تعرفش اي حاجه بره البيت. طب انت كان عندك كام سنه لو حابه يعني كنت واعيه؟ لا في 67. طبعا احنا ما بقول حضرتك، هو كان عندي 6 سنين تقريبا. وبرضو اتغيرت الاحوال؟ فاكره اليوم ده اتغيرت الاحوال ما بعدها؟ لا اتغيرت بالنسبه لان هو تعب وعي، لكن هو معانا احنا ما كانش بيتغير، بس انا وسامح كنا بنروح معاه المجموعه بعد كده. يعني ان هو بيقعد لغايه بالليل هناك، فعايز يشوفنا نرجع من المدرسه يبعت لنا ميكروباص معاه واحد سواقه، معاه واحد زي حرس كده. ناخد البنادق ونروح للمجموعه نلعب هناك. عندنا حكايات رائعه جدا عن شخصيات اروع، شخصيات من تراب مصر الرائعه الوفيه، شخصيات فعلا من سلاله تانية. لما بنسمع الحكايات دي بنكتشف ان ليه الشخصيات دي بقت شخصيات مؤثره وشخصيات تاريخيه وعظيمه. لسه الحوار وشبع من خيرك، اتقوى من عظمة شمسك.
دي بجد تحية مرة تانية لكل المشاهدين. احنا في حضرة الفريق محمد علي فهمي الشهيد الكبير صاحب الألقاب الكبيرة إبراهيم الرفاعي، وطبعا يعني عميد العسكرية المصرية عبد المنعم رياض. وفي الفاصل اكتشفنا ان أستاذة منى وأستاذة ليلى أصحاب كانوا في المدرسة إعدادي وابتدائي، واكتشفوا نفسهم متقابلوا لأول مرة بعد 50 سنة هنا في الاستوديو. عارفين بعض؟ لا تعرفنا دلوقتي. انت تعرفنا. هي بالصدفة كانت بتحكي على ان ليلى إبراهيم الرفاعي كان بياخد طار عبد المنعم رياض، فاحكوا لنا انتوا كنتوا ازاي زمايل وعشتوا ازاي اللحظات دي مع بعض. احنا طبعا اولى اعدادي دخلنا المدرسة يعني 27 سبتمبر، احنا لسه كنا بنحتفل بخمسين سنة على دخولنا المدرسة. وهي ما فيش اكتوبر، كان يوم السبت 6 اكتوبر. وليلى يعني طبعا هي المدرسة كانت شغالة، فضلوا شوية بنروح المدرسة في وقت ما كانش فيه اخبار عن باباها، كانت بتيجي المدرسة قلقانة قوي وساعات بتتأثر ودايما البنات حواليها. لا ما عيطتش، بس بتبقى انا فاكرة مرة اصل بابا ما كانش بيغيب، مجموعة كانت في الحلمية. هو بيطلع يعمل عمليات وبيرجع في نفس اليوم. اوكي. وهو الفترة اللي غاب فيها دي اللي هي يوم بعد يوم 19 اكتوبر، مش فاكره غاب كام يوم، او لما استرشد ماما ما قالتلناش، محدش قال لنا. فكنت بروح المدرسه، ف بعد فتره كده قلقت، وبعدين لقيت الناس بتعزي وقاعدين في البيت وقاعدين يشوفوني انا واخويا من بره، يعملوا لنا كده وهم في الصالون. فمره قلت لجدي، قلت له حضرتك بتعيط على مين؟ فبيجوا يعزوا في بيت جدي كمان المجموعه وكده. قال لي واحد قريبنا. قلت له لا حضرتك ما فيش حد قريبنا هتعيط عليه كده، ما رضيش يقول. لما روحنا بقى سالت ماما، قلت لها بابا فين؟ هو كان قريب قوي ليا صاحبي. فسكتت شويه كده، وماما كانت قويه، فبابا قالت لنا باباك استشهد. عيطنا بقى انا واخويا، وماما قالت لي خلاص بابا استشهد. واحنا فاهمين من واحنا صغيرين شهيد يعني ايه، بس عارفين ان الشهيد بيبقى هيفضل روحه معانا وخلاص. فلما رحت المدرسه بعد كده لقيت مدرسه بتطبطب عليا كده بتقول لي معلش. قلت لها معلش ايه؟ قالت لي ما تزعليش باباكي عشان باباك. قلت لها انا بابايا ما ماتش. بابايا شهيد. قلت لها انا بابايا شهيد، بابايا عايش، بابايا ما ماتش. واتضايقت ان هي بتقول لي كده. طب هل فعلا الناس قالوا لك يعني انت كنت برضو بتحكي حكايه عن او قالوا لوالدتك عن النعش بتاعه ومكان ما هو مدفون، ان هو لسه زي ما هو بحاله؟ انا مش عارفه ايه القصه. هو في هو لما استشهد الرئيس السادات قال لازم يرجع هنا، هو اتدفن في مقابر العيله. طبعا حصلت بعديها ناس كتير اتوفت من خلانه وناس اكبر منه، فلما نزلوا قالوا باباكوا زي ما هو، زي ما هو بالقبر كله في شجره صغيره كده طالعه جنبه تحت. في كلام كتير على ما حدث بعد وفاته واثناء وفاته، وان هو ازاي كان مصمم ياخد طار الفريق بس احنا مضطرين دلوقتي نطلع لفاصل ونرجع نكمل الحوار. بنجد تحية مرة تانية لكل المشاهدين ولضيوفنا اللي منورينا النهاردة، وبنتكلم عن شخصيات أكتر من رائعة، بطولات يعني فوق كل تصور، وشخصيات حقيقية سليمة صحية مكتملة، سلالة مختلفة تماما. ربنا كان كريم بمصر إن فيها النوعيات دي من البشر. شهيد إبراهيم الرفاعي مات 40 سنة، قعد مع ماما 10 سنين زي ما هو قالها هتجوزك 10 سنين. وفي كلام بقى وتفاصيل في فكرة موته والدم والشخصية اللي ما اتحللتش، نحب نسمعها منك. هو في الغالب بيقال إن الشهداء ما بيتحللوش. ماما هما بابا يعني جابوه بعد الاستشهاد، هو اتدفن بعديها بيومين تقريبا. فماما بتقول لي وهم منزلينه في الصندوق، احنا ما كناش موجودين طبعا انا واخويا، تقول لي في سرسوب دم نفس التعبير كده نازل من الصندوق لغايه لما نزلوه تحت دفنوه. ف
الشهداء مش، وبعدين بعد فترة طويلة يعني على مدار مثلا 30 40 سنة في كذا حد من عيلته توفى واتدفن في نفس المقابر بتاعة العيلة، خلانه، حد من ولادهم، حد من العيلة، كل ما حد ينزل يقول لي باباكي زي ما هو. باباكي زي مرة عمي قال لي في شجرة صغيرة طالعة جنبه تحت ودي حاجة ضد الطبيعة. أحياء عند ربهم يرزقون. اه الحمد لله. طب يعني هو ممكن يبقى سؤال قاسي شوية، ولكن أخت حضرتك كانت موجودة لو اتبلغت باستشهاد مامتها والدتها؟ أم مامت حضرتك؟ اه كانت موجودة لما عرفنا إنه هو استشهد. أنت كنت فين ساعتها؟ كنت موجودة معاها برضو. إيه ذكرياتك في التفاصيل؟ ذكرياتي ببساطة شديدة، إحنا كنا نايمين، كانت الساعة 12 بالليل، تاني يوم عندنا مدرسة، وفوجئنا بالتليفون بيرن، واتصلوا وقالوا لها الاول خالص ما قالولهاش ان هو استشهد، قالوا لها ان هو مريض وفي مستشفى المعادي وعايز يشوفها، وانه هيبعتوا لنا عربيه تاخدنا من اسكندريه للقاهره. وفعلا نزلنا الساعه 1 الصبح، رحنا لحد القاهره. لما وصلنا البيت هناك كان اوريدي بقى يعني الحرس اللي بيبقوا موجودين تحت البيت كانوا بيعيطوا بصوت جامد جدا، وكان في ناس كتير في البيت موجوده. فطبعا يعني فهمنا انه موضوع يعني انتهى. والدتي كان واقع الخبر عليها سيء جدا، وخالاتي كمان، خصوصا لانه اخوه الاكبر دكتور محمود رياض ما كانش موجود في مصر وقتها، والاخ الثاني الاصغر كان توفى السنه اللي قبلها، فهم كانوا تقريبا لوحدهم، فكانت يعني صدمه كبيره. انا فاكره انه كان في زحمه قوي في البيت ودوشه وناس كتير بتعيط، وان احنا بعدها بساعتين اخذونا نروح نقعد مع بنات خالي في بيتهم بعيد عن بيت الاسره اللي فيه العزاء. طيب الشهيد ابراهيم الرفاعي نفذ على ذكر الفريق عبد المنعم رياض، نفذ مع مجموعته عمليه اسمها لسان التمساح لاستشهاد الفريق عبد المنعم رياض 69. ايه اللي حكاه لكم عن تفاصيل العمليه دي؟ دي حضرتك انت بتقولي كنت بتحكيها بالصدفه وانت ما تعرفيش انك هتقابلي الدكتور عزه. صحيح. وانت جاي في الطريق كنت بتحكيها للسواق. فعلا هم قاموا ب 98 عمليه خلف الخطوط، كانت اقوى عمليه من العمليات دي 69 في اليوم الأربعين بتاع استشهاد الست فريق عبد المنعم رياض. بابا جات له يعني قرر وخد تصديق على انه هينتقم استشهاده، فطلع هو قاد 64 فرد من مجموعة 39 وهجم. طبعا عملوا استطلاع وكل حاجة وحط الخطة وهجموا على الموقع لسان التمساح، ده كانت نقطة حصينة جدا، دمروا الموقع كله، موتوا ال 44 إسرائيلي اللي كانوا عليه، نزلوا العلم الاسرائيلي ورفعوا العلم المصري. واو. وخدوا اسلحتهم وجابوا اسير وجاب لنا العلم في البيت، قال لنا دوسوا عليه انت واخوكي عشان اصوركوا عليه. بجد؟ وصوركوا فعلا. الصور دي موجوده؟ موجوده. واحنا قد كده يعني، عندنا 6 سنين وسامح كان اصغر مني، عنده 4 سنين او حاجه. عارفه مدام ليلى، كان والد حضرتك كان عارف ان هو مش هيعيش كتير، يعني هو فعلا لما قال انا عايز 10 سنين فهو كان بيعمل دوكيمنت لكل شيء، بيصوركوا بيسجل لكم عشان ما تنسوهوش، عشان تفضلوا طول الوقت فاكرينه. صحيح. وفي صور كتير قوي هو مش طالع معانا فيها لان هو اللي بيصورنا. بس هو علمنا حاجات كتير، علمنا السباحه والرمايه ونركب عجله ونلعب كوره، وياخدنا معاه المجموعه عشان احنا كنا بنشوفهم شايفين اسلحتهم ودربوا ازاي، وسيبنا في وسطهم نمشي لوحدنا لو سامح كده نصطاد عصافير مش عارف ايه، وهو قاعد في المكتب جوه مش خايف علينا في وسطهم، وهم لغايه النهارده على صله بينا كانهم عيلتنا. كلهم عيلتكم. دي حقيقه. يعني ايام حلوه يعني الحمد لله. كانت ايام حلوه وكانت ايام قاسيه. بس انت الوحيده اللي الوالد حضر جوازك صح؟ حضر الحمد لله. حضر احفاده؟ حضر احفاده. وايه القصص اللي ممكن تحكيها؟ وهو بيجوزك قابل جوزك ازاي؟ طلب منه ايه؟ قال له ايه؟ لا هو انا الحقيقه جوزي احنا يعني حمايه وبابا ولاد خاله. اوكي.
فهو انا في الوقت ده اتقدم لي عرسان كتير، لان طبعا يعني كان في ناس تحب تناسب بابا وكده. انا طبعاً كنت صغيره الى حد ما، كان الواحد يعني شكله لطيف يعني. وما زال يا فندم. ربنا يخليكي. بس هو بابا وقتها قال لي يعني ان هو اختارهم علشان الدم ما بيبقاش ميه، وان هو عارف انه اكتر حد اللي هو حمايه يعني الله يرحمه مش بيبص للمنصب. صورة الفرح معانا اهي، دي صورة فرحك؟ اه، كان الرئيس السادات حاضر، كانت في نادي الرماية. احساس حلو برضو. ايه تاني؟ فهو ده كان اختيار بابا لي يعني. طب انت فاكره في الصوره دي ايه اللي حصل، او إيه حاجه حصلت او كلام يعني؟ احكي لنا انت، والدك كانت حاسس بايه؟ كان لا، هو والدي كان طبعا فرحان. هو مش بيتكلم كتير، بس هو كان في فرح، كان يعني دايما كان بيوعدني انه هيعمل لي فرح حلو. كنا لما بساعات بقى بعد الحرب وكده، لما بنتعزم في افراح كده قبل ما انا اتخطب بسنه او سنتين كده، فانا كنت احب الم البدره الصغننه كده واحوشها بقى عشان لما اتجوز ومش عارف ايه. فكان يقول لي ساعات، كان يلم معايا يعني، فيقول لي لا لا انا اللي بتترشى على العروسه دي صغيره. ايوه، فيقول لي لا انا في فرحك هرمي جنيهات ذهب. فطبعا لما جه فرحي هو مش هيقدر يرمي جنيهات ذهب، فحب يعمل لي حاجه مختلفه. فكان في صديق ليه، هو ضابط بس خرج وكان في امريكا يعني، ومرات ابنه بتشتغل في بنك في امريكا، فجابت له الكوينز السنتات كده، عملها بالميه الذهب ورماها بفرحي عشان يعني قال يعني ذهب. بس بدل جميل قوي، لسه فاكر كلمته. يعني ان هو قال لي انا مش هقدر الوعد بتاعي يعني. هيفضلوا طول عمرهم. احنا دايما الحاجات اللي على المهمه افتقدتي يوم لازم ننفذها. طبعا. لنا كده افتقدت الوالد يوم فرحك؟ طبعا طبعا، بس انا طول عمري عايشه يعني حاسه ان هو معايا كل المواقف، بحس بحاجات كده ان روحه معايا. كنت لما ازعل من حاجه اروح لماما تقول لي مالك، اقول لها ما فيش حاجه، تقول لي لا باباكي جالي امبارح يقول لي ليلى مالها، اقول لها طب انا اشتكيت له، هو جاي لك انت ليه؟ بجد اشتكيت كده؟ والله العظيم. فكان بيحس بيا يعني، ما زال يعني مش كان. يعني لا انت تقعدي، ممكن تقعدي تتكلمي معاه بالليل؟ انا ممكن ابقى شايفاه قدامي واقف يعني، شايفه شكله قدامي في اي وقت، ممكن استدعي الصوره دي. ايه اكتر المواقف اللي حسيتي انك محتاجاه فيها؟ كل المواقف الصعبه والحلوه. لا يعني اكتر حاجه. ممكن لما كنت بتجوز، ممكن لو تعبت مره مثلا كنت تعبانه. لا انا عموما كان بابا له في علاقه بينا خاصه كده يعني، في كل المواقف كنت احب ان هو يبقى موجود، حلوه او وحشه. بس الحمد لله يعني، حته ان روحه معايا دي بحس بوجوده في علامات كده، ببقى مطمنه ان هو ماشي معايا يعني على طول. النهارده وانت بتقولي انا مامتي تبقى اخت الشهيد عبد المنعم، الناس بتبقى رد فعلها ازاي وهو يوم الشهيد محطوط ومعمول على يوم استشهاده؟ ده قيمة وقامة كبيرة جدا، بتعملي ايه؟ الناس طبعا يعني اللي عارف بيبقى سعيد لانه عارف مين الشخص ده، بس مع الاسف انه في ناس كتير جدا من الشباب ما مش عارفين حرب اكتوبر، مش عارفين مين الناس دي. بس اسم فريق عبد المنعم رياض مخلد في اهم الميادين، حتى لو الناس مش عارفه مين عبد المنعم رياض، شارع كبير في المهندسين عبد المنعم رياض، ميدان كبير جنب ميدان التحرير عبد المنعم رياض. هو كمان كان بيعرف 5 لغات، وفضل حتى بعد ما خد اعتقد رتبه كبيره دخل كليه التجاره يدرس. صحيح، هو دخل كليه التجاره منتسب عشان هو كان عنده قناعه انه الحرب اللي هيدخل حرب لازم حاجتين مهمين، انه يكون بيفهم في الاقتصاد لان الحرب. كارنيه بتاع الفريق ده، كارنيه بتاع الانتساب بتاعه في جامعه عين شمس. لازم يكون بيفهم في الاقتصاد، فعشان كده دخل منتسب كليه التجاره، بس ما كملش طبعا، ما لحقش لانه توفى بعدها بسنه ونص ولا حاجه. بس يعني تاريخ العسكريه المصريه هيفضل مسجل بحروف من نور الاسماء اللي احنا بنتكلم واجتمعنا عليها النهارده.
واسماء كتير اكيد طبعا. بس يعني بتوع الدراما اللي هم بيدوروا على شخصيات يعملوها ويقدموها، عندنا المشير محمد علي فهمي، عندنا ابراهيم رفاعي، عندنا عبد المنعم رياض. اعتقد كان في مشروع لابراهيم رفاعي، ليه ما خرجش للنور؟ مش عارفه، هم قعدوا سنتين يعملوا سيناريو وقعدوا معانا ومع الناس بتوع المجموعه، ويعني تقريبا كانت كل حاجه اكتملت يعني. وكان سياده الفريق السيسي لما كان لسه وزير دفاع قال في يعني المفروض ميزانيه مفتوحه يعني الفيلم وكده، كان قبل الاختيار. وبعدين فجاه المشروع ما كملش. طب لو حصل ان في فيلم، هتديهم البدل والحاجات اللي انت حطاها بتاعه الوالد؟ لان انا عارفه ان انت محوشه كل حاجه. لا اديها لهم تتصور واخدها تاني. اه لكن اديها لحد؟ لا. طب انت حطاها فين؟ في بيته، بيتنا، بدلته زي ما هي، بدله في على الشماعه في الدولاب. ماما حطها مكويه وعليها بدله المكتب، هي بتاعت المكتب، افراته في شنطه، وفي دولاب، في دولاب لوحده فوق في بلاكار في لبسه بس لوحده بتاعه، بدله، كرافتاته، قمصانه، بيجاماته. كان زمان يقولي لازم توزعوا حاجه على روحه، اوزع اي حاجه تانية بس لبسه لا. ليه لا؟ مش عارف، ما اقدرش ادي حاجته لحد. عشان هو حاسه وده اهم حاجه. لكن البدله اللي استشهد فيها الشهيد عبد المنعم اتبعتت لكم؟ او كانت موجوده؟ ايوه مين هم يعني الجيش هو اللي سلمها؟ لما جابوها على البيت عند خالتي، وكانت موجوده عندها لحد ما هي توفت. انا اخدت كل النياشين بتاعته والشهادات بتاعته وكل حاجه، والبدله اللي استشهد فيها موجوده عندي. وهي فضلت شايلاها ومحافظه عليها زي ما هي بنفس، وما زالت عندي برضه. ما زالت عندك. ايه اللي حضرتك محتفظه بيه من هو احنا البيت بابا زي ما هو محتفظين بيه في المكتبه، كان في هو حدائق القبة؟ لا احنا في مصر الجديده. مصر الجديده البيت عند مستشفى هليوبلس، هي كانت فيلا في الحي الثاني في مصر الجديده، وهما اخواتي كانوا فوقيه يعني، بعلى فوقيه اخواتي ساكنين فوقيه. فهو البيت الدور بتاع بابا محتفظين بيه زي ما هو، المكتبه اللي فيها النياشين بتاعته زي ما هي، كتبه وكل حاجته زي ما هي. فهي موجوده، واحنا بنتجمع دايما في كل في وقت كده في البيت يعني، فمحتفظين بيه زي ما هو. الشهيد عبد المنعم رياض كان درس، دخل تجارة أثناء ما هو برضو كان بيشتغل. انت كنت ليكي تفسير لكده؟ هو دايما كان بيقول ان لازم اللي يدخل حرب لازم يكون بيفهم في الاقتصاد. الحرب عشان نكسبها لازم نكون بنفهم اقتصاد. وخلصها؟ لا ملحقش. توفى يعني. ملحقش. مفيش ولا حاجة هما كانوا سايبينها، مذكرات، أفكار، خواطر، يوميات؟ هو أنا بابا قال وانتوا بتقروها؟ لفتت نظرنا واحنا بنقرا. لا يعني حبيتوا انكم تشوفوها؟ لا هو احنا يعني محتفظين بكل كتاباته. هو قال أنا مذكراتي، هو بابا ماما طلبت كتير قوي ان هو يكتب مذكراته هو، وحتى كان في 20 سنة على حرب اكتوبر في لقاء قالت له زوجي العزيز لقد دخلت التاريخ من اوسع ابوابه، هو التاريخ ملك للجميع، اناشدك ان تكتب مذكراتك. بس فعلا؟ لا هو قال يعني في احد احاديثه قال انه كتاباتي اللي هي يعني اللقاءات اللي كانت بتتعمل معاه والاحاديث الصحفية هي مذكراتي. وهو ما حبش انه يعمل، هو ما كانش بيسعى للماده عشان مذكرات وحاجات كده يعني للماده. وهو كان اللي مره يعني اخويا الكبير قال لي، هو قال له احنا النصر ده انا سعيد قوي بانه يعني عاش وشافه، وان هو كبير جدا اكبر مني اكتب مذكراتي ويكون فيها عظماء. يعني عاشوا عظماء واستشهدوا ورحلوا عظماء يعني. بجد فعلا عظماء ابطال يعني، حاجه كده نفتخر بيهم، حاجه يدونا امل في الحياه، حاجه يدونا مصدر سعاده، مجموعه من القيم رائعه جدا، نادره ولكنها موجوده، وموجوده في مصر. وعشان كده مصر على طول هتفضل موجوده، لان فيها اكيد السلاله دي بقت قليله جدا ولكنها
موجودة وهم إنتاجهم وحاضرهم وتاريخهم وكل اللي عملوه هيفضل حاضر متجدد دائما في تاريخ مصر وفي ذاكرة مصر. بنشكركم جدا جدا، أسعدتونا ونورتونا. وبعد الفاصل نشكركم، مرسي جدا جدا. حلقتنا لسه مكملة، انتظرونا. التالي بشرة نضرة لفترة أطول مع الدكتورة مي حسن. وبنجد تحية لكل مشاهدين، وكل يوم سبت هنا برنامج ستات، أو هنا فقرة الستات، لأن أكتر حاجة بتهتم بيها الستات من أيام كليوباترا مروراً حتى الآن إلى يعني ما شاء الله، هي البشرة والنضارة والجمال والشكل الحلو. طبعاً الروح الحلوة دايماً، لكن الشكل الحلو بيبروز كمان الروح الحلوة، وشكل الحلو بيبتدي من نضارة البشرة مش بس إزالة التجاعيد. وفي حاجات كتيرة جداً بقت دلوقتي تقنيات جديدة بنعرفها وبنكمل فيها وبنتكلم فيها طول الوقت. والنهاردة هنركز على فكرة الشيء زائد شيء زائد شيء، يعني مش الحكاية بقت بعمل حاجة وخلاص، لا، هي دورة كاملة أو هي مجموعة حاجات عشان تكتمل بيها فكرة البشرة الصحية النادرة الحلوة اللي يعني بتعبر عن نفسها مش بس شكل جميل ولكن صحة حلوة، فبتنتج شكل جمالي. ومنورانا النهاردة دكتورة مي حسن، وسعداء بيك يا دكتورة، وعندك خبرة جميلة هنستفيد منها ونعرف منك حاجات كتيرة. الأول بحييك على اللون الأخضر الجميل. اهلا وسهلا بيك يا دكتوره مي، نورتينا وشرفتينا. يمكن زي ما شوير قالت، في اليومين دول البنات يقول لك ايه، انا هروح اعمل ليزر، بس في اوقات يقولوا ودي ما اعرفش هل ده قرار دكتور ولا البيشنت تبقى جايه مستعده، انا هعمل ليزر ومعاها بلازما. فكره ان انا اعمل ميكس ما بين حاجتين في وقت واحد، هل ده مش مرهق للبشره؟ خالص، بالعكس. يعني احنا مينلي بقينا بنشتغل كومباين ثيرابي، ما بنشتغلش حاجه واحده. يعني على حسب، لانه ما فيش حد عنده مشكله واحده في وشه. يعني عندي تجاعيد بس، في ناس بيبقى عندها تجاعيد وتصبغات، في ناس بيبقى عندها تجاعيد ومسام واسع، في ناس بيبقى عندها تصبغات واثار حبوب. فاحنا دايما دايما بنشتغل كومباين ثيرابي، يعني مونو ثيرابي دي ما بقتش يعني انا ما اجيش مخصوص عشان اعمل ليزر. طب ايه فايده ان انا اعمل مثلا تقشير وبلازما، او اعمل فيلر وحقنه نضاره، ايه فايدتهم لما اعمل ميكس ما بين الاثنين دول؟ طيب احنا مبدئيا لو عملنا فيلرز مع حقنه نضاره اوكي، بس عاده احنا لما بنعمل سيشن فيلرز انا بحب تبقى معهاش حاجه تانية. عشان دي ما ينفعش احنا نجمعهم بالظبط، لانه الفيلر بيشرب ميه بيورم. ببقى عايزه اعرف هو الداون تايم بتاع اللي بيحصل ده للفيلرز ولا حقنه حاجه تانية. فببقى عايزه الفيلرز بالذات، يعني الفيلر ده يتعمل لوحده، سيشن لوحده قبل ولا بعد حاجه معينه مهمه تظهره او تضيف له او هو يضيف لها؟ ممكن نعمل قبله سكين بوستر هالورونيك اسيد، ممكن نعمل انذر تايب اوف سكين بوستر. يعني احنا ممكن نشتغل على السكين كواليتي، ده بعيدا عن الفيلر. الفيلر ده انا بحطه لما ببقى عايزه اعوض لوس اوف فوليوم، فقط دهون، فقط اللي هو التجويد بقى بالظبط. لكن انا عملت الاساس الاول بكل الحاجات دي. ويفضل لو هنعمل ليزر تبقى قبل الفيلرز، قبل الفيلر، لانه بعض الليزرز او بعض الماشين تكنولوجيز مايكرو نيدلينج راديو فريكوانسي ممكن ياثروا على الفيلرز، ممكن يخلوه يقل. يعني لو انا هعمل فيلر في خطوات اعملها قبل الفيلر، لو السكن محتاج، لو الجلد محتاج بالزبط ده بالظبط. يعني طيب، انا لو شايفه ان السكن مشكلته في تصبغات وفي فقدان للدهون، لا، معالج الاول. طب في اثار حبوب، طب معالج اثار الحبوب بعدين اعوض الفيلر. طيب ده بيبقى احسن. لو انا اعمل ايه مع ايه بره الفيلر؟ يعني مثلا لو جيت قلت لك مثلا اعمل حقنه نضاره ومعاها ايه يبين وشي كده حلو؟ اوكي،
مبدئيا احنا عملنا حقنه نضاره هي نتيجتها مش هتبان قبل 3 لـ5 ايام، فاحنا ممكن نستغل الـ3 لـ5 ايام دي ونعمل معاها مثلا بيلينج ليزر. تمام، وكل ده تمام. يس، تقشير. ممكن نعمل فراكشنال ليزر. فراكشنال ليزر بيشتغل على سطح الجلد، بيحسن الحفر، بيتايت المسام الواسعه. ممكن نمكس مع السكين بوستر، ممكن نحط سكين بوستر مع سكين بوستر تاني. ممكن نحط هيلورونيك اسيد مثلا مع كالسيوم هيدروكسي ابيتايت. حاجه اسمها هايبريد فيلر، فكره ان احنا بندمج نوعين مختلفين مع بعض. ده هيديني نضاره وقتيه اللي هي بتاعه الهيلورونيك اسيد، لان الهيلورونيك اسيد بيشتغل اسرع، بيشرب ميه، بيدي نضاره ترطيب للجلد. بعد قد ايه بيبان؟ 3 لـ5 ايام. طب ايه اللي بيبان؟ يعني انا النهارده في حقن كتير في السوق، انا النهارده لما ابقى عايزه اروح اعمل حقنه نضاره، انا بصراحه عايز اشوف ايفكت مش 5 ايام. ايه اكتر حاجه تقدري تنصحيني بيها عشان احس ان وشي كده نضر كده وظريف؟ اوكي، هو مبدئيا بيشتغل بعد العين والنبي. طلع عيني، فتحت عيني، هي متعبه. هي الفكره انه لما بنحقن هالورونيك سكين بوستر هو بيشتغل بعد 3 لـ5 ايام، مش بيقعد 5 ايام، والإفكت بتاعه يفضل قاعد شهر تقريبا. يعني كل شهر بعيد. احنا بنفضل ان احنا نعمل بروتوكول كل شهر. ازاي اختار نوع السكين بوستر؟ على حسب الحاله. يعني لو جايلي بنت في العشرينات هختار لها هيلورونيك اسيد، داخله على 30 لا انا عايزه ابدا احفز كولاجين اكتر، فده باور في ايد الكالسيوم هيدروكسي ابيتايد او البولي لاكتيك اسيد. مع الماشينز برضو يعني نقدر نعمل مايكرو نيدلينج راديو فريكوانسي، نقدر نعمل فراكشنال ليزر، نقدر نعمل بيلينج. كل ده ممكن نميكس سيشنز مع الثانيه، وممكن نعمل اكتر من سيشن في نفس اليوم. اوكي. فهي الفكره كلها على حسب الانديكيشن، هي جايه لي مشكلتها ايه. هي بيجمنتيشن ورينكلز هشتغل بيلينج وسكين بوستر، ولا لوس اوف فوليوم فانا محتاجه احط فيلرز، ولا مشكلتها مثلا انه عايزه منطقه حوالين البق او حوالين العين دي. إيه الحاجات اللي اكتر طريقه علاج حلوه لتحت العين؟ يعني ايه الخطوات اللي انا لو انا جيت قلت لك والله دكتوره مي انا عندي تحت العين تعبني ضل كده، مش غامق مش سواد لكن ضل شكلك تعبان؟ اوكي. انا مبدئيا من عشاق فراكشنال ليزر اندر ايز، من الحاجات اللي بتحسن الجلد وبتحفز الكولاجين فيه. السكين بوستر هيلورونيك اسيد ينفع جدا تحت العين في اي سن. في اي سن سكين بوستر هي حاجه بتبوست، يعني مش حاجه دائمه. الفيلر بنستخدمه بس لا انا مش عايزه فيلر تحت لو في تجويف، غير كده مش محتاجين. لا انا ما عنديش تجويف، بس انا عايزه عينيا لما الناس تشوفني تقولي انت صاحيه مش نايمان، مالك يا حبيبتي نايمين ليه كده. من الحاجات الحلوه برضو البلازما، اللي هي بلازما اللي فيها الهيلورونيك اسيد، لا واللي فيها كمان فايبرين اللي هي اسمها بي ار اف. دي تكنولوجي جديده او انوفيشنز للبي ار بي اللي هي البلازما العاديه. ممكن. بس بيبقى فيها فايبرين اكتر. الفايبرين بيعمل زي ميش ورك كده، فبيحافظ انه الايفكت بتاع الجروس فاكتور يفضل شغال فتره اطول اكتر من البلازما كمان. فمن الحاجات الحلوه قوي ساعات بنعمل كومبايند ثيرابي بي ار اف مع فراكشنال بي ار اف مع ميزو ثيرابي تفتيح. ممكن نحقن سكين بوستر تحت العين طبعا. والسكين بوستر تحت العين غير اللي على الوش؟ لا نفسه هو يعني ممكن استعمل الحقنه دي للوش كله تحت العين. ممكن نحط حاجات ماينيوت صغيره كده حوالين العين هتتحسن جدا. ايه الروتين اللي نعمله ياجل ظهور التجاعيد او يخفيها طول ما انا ماشيه بروتين صح؟ بيبي بوتوكس. هل ده حلم حقيقي ولا مستحيل؟ لا بيبي بوتوكس مش مستحيل، بالعكس. يعني احنا كنا بنتكلم انه الجيل القديم كان شكله سكين بتاعهم حلو، بس انا شايفه ان احنا مور لاكي عنهم، ان احنا كمان عندنا تكنولوجي كتيره قوي. فبدايه من السكين كير روتين، السان بلوك، شرب الميه، الترطيب، ودول اهم 3 حاجات يحافظوا انه التجاعيد ما تظهرش بدري. غير كده بقى سكين كير روتين ممكن نحط فيتامين سي، ممكن نحط حاجه فيها هيلورونيك اسيد، في حاجات كتيره قوي، ريتينول تحت طبعا اشراف الطبيب، لانه في ناس كتيره قوي بتسيء استخدام الريتينول. الريتينول ما بقاش موجود بقاله كتير في مصر، سنين ناقص. يعني
ناقص. لا بس فيه بس ناقص في بس في تركيزات قليله ناقصه بس اغلبه موجود. موجود. طب ايه غير الكريمات والميه دي اول ستيب. ايوه ايه الخطوات اللي انتوا بتعملوها تاجلوا بيها القصص دي؟ البيلينج، ان انا بشيل طبقه من الجلد السطحيه بالتصبغات اللي فيها بكل حاجه وارجع احفز الجلد ان هو يرجع يبني الطبقه اللي احنا دي بالحاجات اللطيفه. وحد بيشتغل ما عندوش رفاهيه انه يقعد زينا كده، الدنيا تقدمت. البيلينج الفتره الزمنيه بعد عشان التقشير يخلص هي اسبوع، فانا دايما ما عندوش ياخد يوم حتى مش اسبوع، هيبقى البيلينج صعب في الحاله دي. بس ممكن نستغل طبعا الشتاء او لو في اجازه واحنا مش هنسافر. انت ممكن تعمليها 3 وتقعدي 4 5 بالظبط. هي اكتر ايام اول 4 ايام هم دول اكتر ايام بيبان فيهم تقشير، بعد كده التقشير بيبقى بس على اطراف الوش يعني مين لي الجزء اللي في النص كله بيكون اشهر. ايه غير التقشير بالنسبه لك؟ التقشير صعب مفيش وقت للتقشير. مايكرو نيدلينج. مايكرو نيدلينج ليه؟ ديرما بان. ديرما بان هي جهاز بيبقى كل سنون بيعمل فتحات صغيره من خلالها بنحط بقى ميزوثيرابي، ممكن نحط سكين بوستر، حاجات كلها بتحفز. لا انا طب هل الليزر فراكشنال؟ طب فراكشنال ليزر ده بيعمل تقشير برضو؟ ممكن نشتغل بيه حاجه خفيفه قوي يحسن بس السكين كواليتي بتاع الوش كله وتحت العين. طب ما انا ممكن اعمل ده. بالظبط. احنا في الناس اللي عندهم تحفير من الحبوب القديمه بنشتغل عايزين نوصل ديب اكتر. لكن لو انا بس عايز ادي بس نضاره انا اقدر اشتغل خفيف قوي، ممكن احط بعديه بيلينج خفيف وبعدين اخد بوستر ويبقى 100 100. بس انت لو اشتغلتي فراكشنال ليزر مايكرو نيدلينج سكين بوستر ميبي ممكن ما تحتاجيش تحقني فيلر كتير. وكل شهر اعمل مره؟ كل شهر شهر ونص ماكس. طب ايه البكتور وايه افضل استخداماته؟ اسمه البكتور ولا اسمه البكتور؟ بكتور. ده البوتوكس الجديد. ده البوتوكس الجديد. الميزه فيه انه فيه بروتين اقل، هو يعني عشان ما يقاومش، عشان الناس بتحطه وتقول لك بعد شهر راح بعد شهرين بالزبط. راح ان البروتين القليل ده معناه انه الجسم البروتين اللي بيتعرض ليه او الانتي بوديز الاجسام المضاده اللي بتطلع عشان تكسر البوتوكس، لما تلاقي البروتين اقل الاجسام المضاده دي هتبقى برده قليله، فبالتالي البوتوكس هيقعد اطول مش هيعمل ريزيستنس. يقعد اطول قد ايه؟ احنا دايما بنتكلم هو سلوب كده، اول شهرين البوتوكس ماكسيمم افكت، بعدين بنبدا ننزل يبدا يفك. هو المتعارف عليه 3 لأربع شهور بس. في ناس بيفك بعد 9 شهور. لا الكلام ده اتغير خالص. الكلام القديم يعني. الكلام ده اتغير خالص. ومع استخدامنا جسمك بيتعرف على البوتوكس اسرع فبيكسره اسرع شويه. فالنوع ده يعني ما فيهوش المشكله دي. بالظبط. يعني لو بنت سنها صغير وخايفه تبدا بوتوكس تقدر تبدا بالبوكاتور، لانه اولا ما فيهوش بروتين كتير فبالتالي جسمها مش هيقعد يتعرض لانتي بوديز كتيره فهيكسره اسرع، فبالتالي هو مور سيف. الحاجه الثانيه انه في ناس تيجي تعمل بوتوكس وتاني مره عشان اوصل لنفس الايفكت بزود الدوز وازود الدوز، كل مره بزود دوز فدول بدا يحصل لهم ريزيستنس خلاص، مقاومه. بالظبط، مقاومه البوتوكس. ففي الحاله دي بقى احنا بنبقى محتاجين بوتوكس ما فيهوش بروتين كتير عشان اللي بيكسر البوتوكس هو الانتي بوديز. بعض الناس برضو اللي احنا قلنا الناس اللي بتعمل بوتوكس بيفك بعد 15 ايام. ياه، في ناس بيفك بعد ما بيستجبش. يبقى ده ما اتعملش اصلا. اذا كان اتعمل واتحط بوتوكس وكل حاجه هو بيشتغل اصلا بعد اسبوعين مثلا. بالظبط. بس في ناس مثلا تيجي بعد اسبوعين دكتور انا زي ما انا بكشر وبرفع وما فيش حاجه حصلت، دول عندهم خلاص البوتوكس بيتكسر وانس يدخل الانتي بوديز تشوف البروتين. يبقى ده لازم نظبطه. طب انا عايزه اسال، انا النهارده حقنت بكتور، ممكن بعد اسبوعين لما الاقي ان النتيجه مش لسه ما انا مثلا بقالي كتير بعمل بوتوكس فبالتالي اكيد الاجسام المضاده عندي قويه، فانا حقنت بكتور بس ما ادانيش الايفكت اللي انا عايزاه، ممكن اروح اعيد عليه تاني؟ دي بقى ميزه تانية في البوكاتور، ان انت تقدري تبوست الايفكت
بدوزز في النص، يعني مش زي البوتوكس العادي مثلا احنا هنحقن النهارده وهعمل ريتاتش بعد 2 ويكس وما تجيليش قبل 3 او 4 شهور، لا عادي ممكن نبوست في النص في نفس الاماكن اللي احنا عملنا لها قبل كده بس ما جابتش. وهو مجدي مع الناس اللي اتعودت على البوتوكس جدا، مجدي معاهم يعني ما عندهمش مشكله جدا جدا. طب من خبرتك ايه الاخطاء اللي الستات بتعملها طول الوقت؟ والله يعني من اكتر الحاجات اللي انا بشوفها الناس بتجري على جروبس اللي على الاونلاين دايما انه بيسالوا بعض ايه احسن حاجه، فكل واحد بيجرب بيجربوا في السكيم بتاعهم من غير ما يبقى ده مناسب ليهم. دول اكتر حاجه. في ناس ما فيش يسال مجرب، لازم نروح للدكتور بالظبط، لازم تعرف ان هو بشرتك وانتي محتاجه ايه، هو ايه اللي بتشتغلي عليه، البشره هنا مختلفه عن هنا، اللايف ستايل هنا مختلف عن هنا، محتاجه ابدا معاكي ايه قبل ايه. لا دي اكتر حاجه. ومن الحاجات الثانيه الناس اللي عايزه تحقن فيلر كتير، يعني برضو دول بحاول لسه ارجعهم لسه الناس عايزه تحقن فيلر كتير، ده الناس بتخاف دلوقتي. بنحاول يعني لسه انا مع الناتشرال، يعني ممكن اد فيلر بس يبقى شكلك طبيعي، شكلك حلو، الايدنتيتي بتاعتك لسه محافظين عليها بالظبط. طب ايه المشترك بين الستات؟ ايه الحاجات اللي بيطلبوها؟ يعني اغلب الستات كومن بين عايزين يبقوا حلوين اكتر كلنا عايزين يبقوا حلوين وكبروا شفايف. يعني الشفايف من الحاجات اللي بتطلب بس في السن الصغير شويه اكتر. ده غريبه جدا من بدري بقوا واخدين بالهم. والله اكتر حاجه كمان كومن ان الناس بقت عندها وعي، فبقت بتدور دايما ازاي تبقى احلى. البنات صغيرين انا عايزه ابدا سكين كير روتين من دلوقتي، انا عايزه اهتم ببشرتي، انا مش عايزه مثلا يبقى عندي دبل تشين، مش عايزه يبقى عضلاتي قويه. عندهم وعي واكثر وعيا طبعا مننا. وانت اسعدتينا ونورتينا وزدتينا معلومات حلوه، ان شاء الله نشوفك مرات اخرى. ثانك يو مفيده. ميرسي يا مي، ميرسي جدا ليكي. تحياتنا لحضراتكم ونشوفكم بكره ان شاء الله. ان شاء الله كل سنه وانتم طيبين. اكتوبر الجميل كل ايامه حلوه، الفاتحه لكل شهدائنا كل يوم في اكتوبر على قد ما نقدر نقرا الفاتحه لكل الشهداء، شهداء ارض مصر الطيبه. بكره يوم جديد والستات على النهار، نشوفكم على خير.